ما هي مشتقات البترول؟ البترول الخام هو أحد أنواع الوقود الأحفوري الذي يتكون من تحلل بقايا النباتات والحيوانات البحرية قبل ملايين السنين. يتكون النفط الخام من هيدروكربونات تترتب على شكل سلاسل مستقيمة أو متفرعة أو على شكل حلقات، وتتكون الكربوهيدرات بدورها من الكربون وتشكل نسبة 84% من تركيب النفط، وبعده الهيدروجين بنسبة 14%، الكبريت بنسبة 3%، كما تحتوي على نسب أقل من النيتروجين والأكسجين والمعادن والأملاح الأخرى. من أهم مشتقات البترول التي يمكن الحصول عليها بعد تكريره ما يأتي، تابعوا معنا. أولاً الغازولين، سائل شفاف ينفصل عن النفط الخام عند درجة غليان تتراوح ما بين 40 و205 درجة مئوية، وهو من المشتقات التي تستخدم على نطاق واسع كوقود للسيارات والمولدات الكهربائية والضاغطات. ثانيا الكيروسين، سائل هيدروكربوني قابل للاحتراق تتراوح درجة غليانه ما بين 150 إلى 275 درجة مئوية، يستخدم للتدفئة والطبخ والإضاءة، كما يستخدم كوقود لمحركات الطائرات ولصناعة مواد التشحيم ومبيدات الآفات والمذيبات. زيوت التشحيم تنفصل عن النفط عند درجة غليان تتراوح بين 300 و370 درجة مئوية، تتكون من زيت أساسي بنسبة 90%، بينما تشكل المواد المضافة لتحسين خواصها مثل المنظفات ومضادات التأكسد بنسبة 10%. تتميز زيوت التشحيم بلزوجتها المناسبة واستقرارها حراريا وهيدروليكيا وانخفاض نقطة تجمدها، وتستخدم للحد من الاحتكاك بين السطوح المتصلة ببعضها البعض، وكزيت للمحركات لمنع تآكلها ولتعزيز قدرة المحرك على نقل الحرارة والطاقة. شمع البرافين، يكون شمع البرافين صلبا في درجة الحرارة العادية ويغلي عند درجة حرارة تزيد عن 370 درجة مئوية. يستخدم شمع البرافين كمادة تشحيم ويدخل في تصنيع الكثير من المواد مثل المواد المانعة للتسرب، الأقلام الشمعية، الشموع ومستحضرات التجميل، ولتشميع الأرضيات وألواح التزلج. الديزل أو السولار، يستخرج الديزل من النفط الخام بواسطة التقطير التجزيئي عند درجة غليان تتراوح ما بين 250 و350 درجة مئوية، وهو من المشتقات النفطية التي تحتوي نسبة منخفضة من الكبريت. يستخدم الديزل كوقود في بعض أنواع السيارات والحافلات والشاحنات والقاطرات، ولتشغيل التوربينات الغازية ومحركات الاحتراق الخارجية. وتقاس جودة الديزل بالرقم الستاني، وهو مؤشر لسرعة احتراق وقود الديزل. الإسفلت يسمى أيضا القار والزفت، وهو منتج نفطي أسود اللون عالي الكثافة. ينفصل الإسفلت عن النفط الخام أثناء التقطير التجزيئي عندما تصل الحرارة إلى 525 درجة مئوية، ويستخدم لتعبيد الطرق وطلاء أسطح المنازل لمنع تسرب المياه. قطران الفحم، يستخرج قطران الفحم من بعض المواد العضوية مثل البترول أو الفحم أو الخشب أو الخث بواسطة عملية تسمى التقطير الهدام أو التقطير التفكيكي، ويستخدم القطران كمطهر وكمادة عازلة للسفن والأسطح. البتروكيماويات هي منتجات كيميائية يمكن استخراجها من النفط الخام أو الغاز الطبيعي بواسطة التقطير التجزيئي، كما يمكن الحصول عليها من المشتقات النفطية الأخرى بعملية تسمى التكسير التحفيزي، وتتراوح درجة غليان البتروكيماويات من 30 إلى 200 درجة مئوية، وتصنف إلى مجموعتين الأوليفينات والمركبات العطرية. تستعمل المواد البتروكيماوية لصناعة العديد من المنتجات من أهمها الأسمدة والأحذية والشمع والمضافات الغذائية والقوارير البلاستيكية والمنظفات وغيرها. غاز النفط المسال هو مزيج من المركبات الهيدروكربونية التي تتحول إلى سائل عند درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية، ومن أشكاله البروبان والبيوتان.
يستخدم غاز النفط المسال كوقود في أجهزة التدفئة والمركبات وكمادة تبريد ولأغراض الطبخ. زيت الوقود يستخرج زيت الوقود من النفط الخام بالتقطير التجزيئي عند درجة حرارة تتراوح بين 370 و 600 درجة مئوية، ويستخدم لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية في المكاتب، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء ولتدفئة المنازل وكوقود للسفن والشاحنات ولبعض أنواع السيارات. وأخيرا مادة النفطة هي أحد مشتقات البترول غير النقية، إذ تتكون من مزيج من الجزيئات التي يتراوح عدد ذرات الكربون فيها من 5 إلى 9، ويمكن تحويلها إلى غازولين، كما تستخدم كمذيب في صناع الطلاء وملمعات الخشب.